مساء الخير على الجميع، ويسعد مساكم لكل من يتابعنا في هذا البرنامج قانون لعبة، البرنامج الرياضي اليومي على القناة الرياضية. أستكمل وياكم السلسلة الجميلة حول لعبة الجودو وحديث الكابتن وحكمنا الدولي رائد أحمد المذكور في هذه اللعبة. من هو الحكم الدولي رائد أحمد المذكور؟ راح تعرفونه من بعد هذه السيرة الذاتية. ترحيب كبير في الكابتن رائد احمد المذكور حكمنا الدولي، حياك الله كابتن رائد. رحب فيكم ورحب مشاهدينك في تلفزيون الكويت، المحطه الرياضيه اللي تدهشنا كل يوم. يسلمك يا ربي. هل حكم الجودو لازم بعمر معين يكون حكم، ولا عادي حتى لو ما لعب لعبه ودخل دوره وصار حكم بعمر صغير؟ طبعا اشكرك على السؤال المشاهين. لعبه الجودو لعبه احساس، الحكم لازم يكون حاس باللي قاعدين يتعبون على البساط، وحاس بالمدرب اللي ورا اللي يعدها اللاعب. حلو. قانون الاتحاد الدولي قنن عمر الحكم اللي ينتهي فيه وليس اللي يبتدي فيه. تمام. ولكن دائما الاتحادات المحليه تضع ضوابط لانه يكون قادر انه يبتدي بالتحكيم. حلو. فمعناته متى ما اجتاز حزام معين وعمر معين يبتدي يمارس التحكيم. ممتاز. بعد مروره في اختبارات معينه. صحيح. فبالتالي ردا على سؤالك، الحكم في الاتحاد الكويتي للجودو متى ما حصل على دان واحد واوقات يكون متطلب اثنين ويجتاز دوره تفصيليه عن القوانين بتفصيلها مع ممارستها، ويكون لاعب سابق بحيث عنده الاحساس على 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 جميع الاطراف الموجوده. نعم. بساط، حركه، تكنيك، مدرب، لاعب، وصل لمرحلة اللي هو اللي نسميه احنا الاكتمال الذهني والثقة في النفس. أيه. والنضج العقلي اللي يحتاجه الحكم، متى ما اختير واجتاز الاختبار يبتدي يمارس اللعبة غالبا فوق 21 سنة. حلو، ما شاء الله. ويتمرس فيها. أيه. اذا تسمح لي مشاهد. أيه. لا تفضل. ويتمرس في التحكيم مع اخواننا الحكام بكل انواعهم، المحلي والقاري والدولي. نعم. واللجنة تعد بشكل مستمر في صقل مستمر على الأبسطة، في سيمينارات محلية دولية خليجية إقليمية، أن تسقلها وتنتقل في مسؤولية الاتحاد المحلي إلى القاري. اينا. فإحنا نتكلم يحتاج هو في أقل شيء 4-5 سنوات محلي عشان ينتقل إلى قاري. ممتاز. القاري إلى المستوى، على مستوى مثلا آسيا أو أوروبا، يقدر يحكم في قارات وليس بطولات عالمية. صحيح. فاحنا نتكلم في القاري يبتدي يخوض مستوى اعلى من المهارات اللي تكون بارزه مع حكام اكثر خبره. حلو. مجتمعات رياضيه اكبر، ابطال اكثر ما شاء الله. وبعدين الابطال اللي انت تحكم لهم في القاره. أيه. والدولي مستوياتهم عاليه. أيه. ومصنفين عالميين. تفرق عن اللي بيانا وايد؟ نعم وايد. الكويت لله الحمد عندنا مجموعه من الابطال الاسيويين، مثل اخونا غنام الديقان، مثل عيسى مشعل اخونا، مجموعه من اللواعيب ما يحضرني اسمائهم. نعم. هذول مصنفين اسيويين. حلو. وتصنيفهم زين. نعم. لما نحكم لهم بالكويت نفخر في وجودهم على ابسطتنا. الحمد لله يا رب. ونتمنى لهم استمرار طبعا. ان شاء الله يا رب. حكام لما يصلون يروحون قاري يشوف مهارات اعلى، ولك احنا نسميها لكشات. أيه. تخلي الحكم في حيره في القرار. حلو. هذا ينمي سلوك. صح. الحكم. صح. ينمي مهارته. صح. اي عمر ويقولوا له شكرا على التحكيم. صحيح. طبعا في القانون السابق اللي هو نتكلم عن فتره 6-7 سنوات كان لل 55 سنه يوقف ما يمارس التحكيم. اوكي. ولكن يدش في التنظيم الاداري والتقييم والتقييم اختبارات. حلو. يعطي محاضرات لانه ينتقل مرحله شبه محاضر مستشار مثلا. نعم. نقدر نقول عنه مستشار لان عندنا وصلوا مرحله من مستشارين. حلو. ولكن يا تعديل قال لك لا، الحكم بال 55 يقدر يعطي بعد. اي والله. فسوى له اكستندد مثل قضاتنا. حلو. سوى لهم لل 60. ممتاز. فصار لل 60 يقدر يحكم. ايه. وطبعا الحكم المميز بكل دوله من الدول، الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي حسب تصنيف البطوله، يتم اختياره
من اللجنه الخارجيه، تلاقي مثلا رائد مذكور تيلا دعوه اولمبيات اسيا حلو، او تيلا دعوه حق بطوله العالم للماستر او بطوله عالم للرجال. نعم. فيصير ان عندنا الحكام تلاقيهم كل فتره وفتره جت لهم دعوه. ممتاز ما شاء الله. انا بروح وياك فيها كابتن داخل الابساط. انت شرحت لي قياسات الابساط، لكن الحين ندخل الى اللعبه نفسها. تفضلت بالالوان اللي يلبسونها اللاعبين، لكن ابي اعرف النقاط اللي انت تفضلت فيها، الوزاري والايبون ولغينا طبعا اليوكو كوكا. شيء اسمه كسر، خنق وتثبيت، وانت وايد باللقاء تقول رميات. هذا رميات ما اسمح له بكره السله. صحيح. الشاب عندكم الجودو ممتاز. طبعا اخوان المشاهدين نحب نوصل لهم ان الجودو ليس بحركه لرمي الخصم الى الارض فقط وانتهي المباراه. من مجموع النقاط اللي هي الايبون، ان اذا اللاعب وصل لمرحله اللعب الارضي النيوازا باللغه اليابانيه، في عنده الشيء موازا الخنق والكنسيستو وازا اللي هو الكسر والكيسكتامي وازا التثبيت عامه. الثلاث تكنيكات هذه نقصد فيها احنا خنق اللاعب لمرحله الاستسلام. حلو. وليس الاضرار. نعم. في فرق بينهم. متى ما الحكم راى ان اللاعب ما سلم ولكن نام. ينام. نعم. اي نعم. شلون ينام؟ انا اقول لك الخنق الهدف منه تعطيل دوران الدم والنفس لاجزاء من الثانيه. جميل. الاصل في اللاعب المقابل معاي اللي انا قاعد انفذ عليه المهاره انه عنده درجه مقاومه تخليه يا يسلم يا يفقد الوعي بسبب انه هو طول في المقاومه. حلو. فاذا طول في المقاومه معناته حيدخل في مرحله الاغماء. أيه. الحكم من مصلحه الجودو او من هدف الرئيسي من اهداف الحكم انه يحافظ على سلامه اللاعب، فيشوف متى ما حصل الاغماء معناته فقد كل سيطرته. حلو. فمعناته اللاعب المنفذ هو اللي فاز، يعطي بون. أيه. اللي النقطه الكامله. قيس على كلامي اللي هو نسميه باللغه العربيه الاطباق على مفصل الكوع فقط. أيه. وليس اي مفصل اخر. زي. باللعبات مثل جوجيتسو واللعبات الاخرى عندهم مفاصل مسموحة كانت موجودة في الجودو. أيوه. يا الاتحاد الجودو شالها، قال بس مفصل واحد اللي نستخدمه، مفصل الإطباق اللي هو الكوع، والهدف الرئيسي فيه ليس الكسر كثر ما هو التمزق للأربطة المرابطة له. وللأمانة أنا كنت واحد من الناس الاختصاصيين في الكسر. أيوه. اللاعب إذا انكسر اللي احنا نسميه كسر هو حوشة تمزق فترة صغيرة ترجع تطيب وتصير أقوى من قبل، وبالأمانة تنفتح أكثر الإيد. أوه. بس الكسر يعتبر نفس العملية، يا يسلم. إيه؟ يا لو ما سلم ما تقدر تفوز اللاعب، لازم اللاعب اللي معاه يسلم. ففي ناس وايد تضحي ينكسر مفصلة. إيه؟ ويظل يلعب. يح. إيه لأنه مقاتل، الجودو لاعب. إيه؟ مقاتل أكثر لاعبين. هذا شلون يكمل وهو عوار موجود؟ قاعد يلعب بيد وحدة. إحنا بتاريخنا من معرفتنا بالجودو. إيه؟ يعني أنا لعب جودو ما يعادل شيء 35 سنة. لا إله. بالثلاثين سنة الأولى مروا علي لواعيب جدا كسرناهم وانكسروا ويلعب بيد وحدة. يتحمل. يلعب بيد وحدة ويفوز لأن عنده سكيلز من الجودو العالي. إيه؟ اللي يخليه يستخدم مهارات الإيد الوحدة، اللعب بالإيد الوحدة. الحين لو في التصوير ورانا في لاعبين يلعبون بيد وحدة. حلو. وهو مو صار يصيد الإيد ويلعب بالإيد وحدة. بينما الجودو الاصل فيه مسكتين، صدر وايد. ايه. هذا المسك الرسمي. حلو. الحكم يعطي مجال للتكنيك الايد الواحده مع مهاره معينه. حلو. فغطينا احنا الخنق والكسر، باقي النقطه الاخيره اللي هو التثبيت. التثبيت طبعا في مجموعه من طرق التثبيت، الاصل فيها اللي هو الكتفين على الارض مع السيطره على اللاعب بشكل كامل على الارض لمده 20 ثانيه، متى ما انتهى الوقت 20 ثانيه فوز. حلو. فهذه ثلاث نقاط، الفوز بالارضي ونقطه فوز بالرمي اللي هو شيل اللاعب بتكنيكات الجودو. جميل. ورمي على الارض. حلو. انا استمتعت باللقاء وياك كابتن رائد، تبارك الرحمن، يمكن غطيت لنا بشكل تفصيلي كثير عن لعبه الجودو بدءا من الملابس والتاريخ وصولا الى خلينا نقول اللي تفضلت فيهم الحركات، وخلينا نقول التثبيت والكسر والخنق، والله يبعد الجميع، لكن بعد هذه شروط اللعبه لازم فيها تكون موجوده. على العموم كل الشكر لك، وان شاء الله دائما نلقاك في محافلنا الدوليه كمحكم وحكم دولي تمثل الكويت خير تمثيل يا رب. شاكر لك مشاهدي، شاكر لاخواني. شكرا لك، استمتعت في هذا اللقاء الخاص بلعبه الجودو مع الحكم الدولي وكابتننا رائد احمد المذكور. نلتقي على خير في رياضه اخرى، فما الله.